كيف تقيمون سير العمليات العسكرية خصوصا الصفحة الثانية من عمليات الفتح؟ الحقيقة بداية نحيي جيش العراق الباسل، نترحم على شهداء ضباط ومراتب من جيشنا الباسل، وكذلك شهداء الحشد العشائري، ونترحم على روح الشهيد الشيخ فارس السبعاوي. بداية هو الانطلاق لعملية التحرير الأولى كان على قاطع مخمور بين ناحية القيارة وقضاء مخمور على قرى العربية المتواجدة هناك، ومن ثم تم انسحاب الجيش لإعادة الهيكل والتنظيم وبدأ العملية للكرة الثانية. لكن المتضح تنسيقنا طبعا كحكومة محلية جدا عالي بين وبين قيادة العمليات، لكن هذه العمليات كانت وصلت مع هن في محافظة نينوى، إذا كانت هذه العمليات على هذه القرى كل هذه الفترة الزمنية والخسائر والأرواح والشهداء، إذن إذا استمرت هذه العملية على هذا المنوال سوف يستغرق من الزمن ما لا يقل عن سنة. إذن هذه العملية لم تكن هي بالأساس الغطاء الجوي اللي موجود يعزز القطاعات العسكرية، لكن في تصوري هي حرب مدن. لا يجب أن أتخذ الجنود والجيش اللي موجودين أن يكون عرضة للاستهداف، يجب أن يكون هناك كتيبة من الدبابات أو لواء من الدبابات لتغطية المعركة مع هذه الطائرات، وإلا ستبقى فترة التحرير متواصلة على هذه القرى وكأن لا شيء أن لم يكن وبدون تقدم، إضافة إلى تواجد الحشد اللي موجود. الحشد كان هو اللي باعث للهمة ودفع بالعزيمة نحو تحرير القرى. إذا كانت هذه الخطة العسكرية هي اللي موضوعة، فأنا كمحافظ نينوى ورئيس اللجنة الأمنية يجب استبدال هذه الخطة بخطة بديلة والإسراع بتحرير هذه القرى. لم تكن في الحسبان لغرض التحرير، وإنما الحسبان الأكبر هو لمدينة نينوى. إذا كانت هذه العملية والخطة لهذه العملية لتحرير القرى تستغرق هذا الوقت من الزمن، فمن الصعوبة وصولنا إلى مركز المدينة. ما السبب وراء تأخر وصول القطاعات الساندة وشرطة نينوى وباقي الصنوف العسكرية لنينوى؟ أخي الكريم، هو كل معركة يجب أن تكون بها خسائر، ماكو معركة بها الرابح، الطرفين أخطاء يجب معالجتها، وضع الخطة الحالية. هناك مطالبة لأكثر من مرة بعودة الشرطة، مديرية شرطة نينوى المتواجدين حاليا في محافظة تكريت في قاعدة سبايكار، وكذلك وعودنا بعودة 3 أفواج من الطوارئ من أهالي من مديرية شرطة محافظة نينوى لزجهم بالمعركة. عدم وجود غطاء للدرع في هذه المعركة، والجيش العراقي الباسل فرقة 15 قيادة عمليات تحرير نينوى ابتداء من اللواء نجم، أي جندي أي من منتسبي الحشد العشائري تقديرنا وامتناننا لهم، تأج رؤوس أهالي نينوى رغم تضحياتهم بأرواحهم لغرض التحرير. لكن من معزة
كل من منتسبي الجيش والحشد يجب أن تكون هناك خطة لتقليل الخسائر وتدارك الأخطاء اللي حصلت في بداية المعركة الأولى والمعركة الثانية لغرض الإسراع بتحرير محافظة نينوى. نعم أستاذ نوفل، هل هناك ممثل عن الحكومة المحلية في مقر العمليات المشتركة وعمليات نينوى؟ نعم، هناك اتصال وتنسيق عالي بين الحكومة المحلية لمحافظة نينوى وقيادة عمليات تحرير. لا يوجد أي تقارب. رئيس اللجنة الأمنية متواجد، محافظ نينوى متواجد، رئيس مجلس المحافظة، كافة الإخوان أعضاء مجلس المحافظة متواجدين منذ الساعة الأولى لبدء العمليات والتنسيق مع قيادة العمليات لإعادة وإيواء النازحين من القرى العربية واستقبالهم وتقديم الخدمات الطبية والإنسانية من هذه القرى العربية. نعم، شكرا لك أستاذ نوفل على هذه الإيضاحات.